لدعم القناة ماديا يرجى التواصل على هذا الإيميل. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني. طبعا هاي المادة، هذا الباتري داش طبعا جاهز، يحتوي على المادة المغذية لفحص الإيكولاي كما تلاحظون، هو اختصار لإي سي إيكولاي. إذن هذا متخصص بفحص الإيكولاي طبعا، وكذلك بفحص الكوليفورم. فالإي هو اختصار للإيكولاي والسي هي اختصار للكوليفورم. طبعا ميزة هذا الطبق أو ميزة هذه الأطباق أنها لها تاريخ الانتهاء مكتوب عليه الإكسباير، كذلك لها الرقم، رقم الطبق، كذلك اسم المادة التي أو البكتيريا التي سوف يتم فحصها. وميزة هذا الطبق أنه رفيع جدا، يعني أنه لا يشغل حيز كبير، وفي عملية عندما يتم التخلص منه يتم التخلص منه بسهولة. إذا هذا لفحص، هذا هو الباكيت الخاص به طبعا، كومباكت دراي اي اختصار ل ايكولاي، وعندك الكوليفورم طبعا. هذا هو الطبق طبعا، هو هذا صناعة يابانية، يعني دائما اليابانيين مبدعين يعني ومتميزين في الصناعات حتى في الفحوصات. طبعا هذا طبق آخر، وهذا الطبق خاص بفحص كما ذكرنا البسيدوموناس، خاص بفحص البسيدوموناس والنوع لوريجوزونا، يعني ليس يعني نوع من البكتيريا اللي هو بسيدوموناس اريجوزونا وهو المطلوب، كذلك عليه تاريخ الانتهاء الاكسباير، وعليه الرقم، وعليه اسم المادة التي سوف يتم بها الفحص. وكما ذكرنا طبق عبارة عن طبق رفيع، يعني ليس يعني طبق، ليس طبق سميك. هذا هو الخاص به بعملية الفحص، وهو البسيدوموناس، ولكن نوع معين من البسيدوموناس، وهو ما يسمى بالبسيدوموناس إريجنوزا. هذا هو الخاص بعملية الفحص. طبعا كل طبق وله لون معين، يعني يظهر لون معين للبكتيريا سواء كان في فحص البسيدوموناس أو سواء كان في فحص الإيكولاي. لكل نوع يعني من البكتيريا يظهر طبعا نوع البكتيريا الموجودة في الطبق. طبعا كما ذكرنا يجب أن يكون الوسط معقم، إما أن تستطيع أن تعقم بواسطة اللامب اللهب الوسط المحيط، أو بواسطة كذلك اليوفي اللي هي أشعة الألترا فيوليت. تستطيع أن تعقم أيضا باليوفي بالألترا فيوليت الوسط قبل عملية الفحص. كذلك يجب عند عملية الفحص أن تقوم بتعقيم السطح جيدا، إما أن تعقمه بالإيثانول تعقم السطح، أو أن تعقمه بواسطة أن تضع كمية من الهيدروجين بيروكسيد في الماء، ثم تقوم بعملية رش الأرضية أو المنطقة التي تريد أن تقوم بالفحص فيها. كذلك تستطيع أن تقوم بعملية تعقيم البتل الخارجي أيضا، إما بواسطة كذلك الإيثانول، أن ترش عليه إيثانول تعقيم خارجي لسطح البتل حتى لا يحدث تلوث خلال الفحص، أو أن تقوم برش مادة الهيدروجين بيروكسيد أيضا على سطح البتل خلال عملية التعقيم. طبعا نستخدم نحن في عملية الفحص اللي هو عملية الفلتريشن باي، طبعا باي فاكيوم. طبعا هذا هو جهاز الفلتريشن، هذا الماتور الخاص بعملية السحب، موصول ببايب وموصول بالبيس أو القاعدة الخاصة التي يتم وضع عليها الشريحة لعملية الفحص. وطبعا هذا هو البتل الخاص الذي يتم وضع السامبل فيه، وهذا هو ايش اللامب، وكذلك يتم استخدام طبعا ملقط، يتم تعقيم الملقط اما بالايثانول
أو أن يتم تعقيمه بواسطة أيضا الهيدروجين بيروكسيد بوضع تخفيف الهيدروجين بيروكسيد بالقليل من الماء. كذلك نستخدم في عملية الفحص اللي هو العبارة عن السليلوز نيتوات فلتر اللي هو الورقي السليلوزي، نستطيع أن نستخدمه في عملية الفحص بوضعه هنا على البيس ثم وضع الجلاس على البيس. لدعم القناة ماديا يوجد التواصل على هذا الإيميل. طبعا هذه هي عبارة عن ورق السليلوز الخاص بعملية الفحص. هذا هو ورق السليلوز الذي نقوم بعملية الفحص أو نستخدمه في عملية الفحص. هذا هو طبعا البيبر فلتريشن، ورق الفلترة، نقوم بعملية فتحه. هذا ورق الفلتريشن، نقوم الآن بفتح الورقة هكذا بالطريقة هذه. هكذا نفصل هذا الجزء ثم نقوم بعملية السحب بهذه الطريقة ثم نضعه هنا. بعد ذلك نأخذ هذا الجزء نقوم بعملية تعقيم بسيط له هذا الطريقة. نضع الطاقة ثم نأتي بالإكلام، هذا الإكلام الخاص بعملية التثبيت. قمنا بعملية التثبيت، الآن نقوم بعملية إضافة العينة إلى داخل البوتل. نضيف طبعا 100 مل فقط، 100 مل، ثم بتشغيل المسار بعد أن انتهينا إزالة الإكلام ثم نزيل هذا الجزء. هذا هو المهم عندنا، قام بعملية سحب الماء إلى الأسفل وتجميع أي بكتيريا أو فيروسات في الأعلى، ثم نقوم بعملية سحب أخذه. لدعم القناة ماديا يوجد التواصل على هذا الإيميل. كما تشاهدون بهذه الطريقة وضعنا البيبر فلتريشن في داخل الطبق.
طبعا يجب سابقا أن نقوم بعملية ترطيب الطبق بماء مقطر. بعد أن نقوم بترطيب بماء مقطر نضع البيبر فلتريشن الذي أخذناه من الجهاز في داخل الطبق. طبعا الميزة في هذه الأطباق أنك تستطيع أن تكتب عليها، هنا تستطيع أن تكتب عليها حجم أو الحجم العينة أو حجم القارورة أو البوتل الذي قمت بعملية فحصه. مثلا هنا 600 مل نستطيع أن نكتب عليها بهذه الطريقة، سواء كان بالقلم الأزرق أو نستطيع أن نكتب عليها أيضا بالخطاط يعني. فهذه الميزة أنه هناك قسم إضافي تستطيع أن تكتب عليه وتستطيع أن تمسكه بهذه الطريقة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني.